صراحة فرحة لا توصف. كنشكر هذا الجمهور هذا اللي حجب كتافه وساندنا واحتفل معنا في البطولة 20، وان شاء الله لما لا ان شاء الله نلقاو فوق كل شيء ونجيبوا العصبة حتى هي ان شاء الله. صراحة التتويج ماشي ساهل، لان دازوا علينا يعني اوقات شوية صعيبة طيلة هذه السنة هذه، ولكن الحمد لله المجهود ما مشاش في سودا. الحمد لله خدينا المبتغى ديالنا هذه السنة هذه، هو البطولة 20. نتمنى وإن شاء الله غدا تكون نتيجة لصالح فريق الوداد اللي باش تكمل الفرحة إن شاء الله الثانية إن شاء الله بحول الله. في كلتا الحالتين يعني تظلمنا، لا في المقابلة ديال الرباط ولا في المقابلة ديال تونس. احنا في كلتا الحالتين القرار اللي يكون مناسب لفريق الوداد هذا تيكون لصالح ديالنا. المهم اننا كنا في المستوى ديال الحدث. الحمد لله ريوس اللاعبين كلها مرفوعه، الجماهير راضيه على اللاعبين، هذا هو المبتغى ديالنا. نتمنى ونزيدوا نفرحوهم في اي تظاهره ان شاء الله بحول الله.